فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي وساوس كثيرة حتى وأنا في الصلاة، وهي لا تفارقني دائما، فأرجو نصيحتي. نعم، الوساوس تحصل وهي من الشيطان، والله سمى الشيطان بالوسواس الخناس. الوساوس إنما تحصل بالغفلة عن ذكر الله، إنما تحصل بالغفلة عن ذكر الله، فأكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، وأكثر من تلاوة القرآن، وأكثر من الدعاء، ولا تلتفت إلى الوساوس، ولا تهتم بها، ولا تشغلك أبدا، واعتبرها كأنها غير موجودة، ثم تنقطع عنك بإذن الله. نعم.